السوبر ستار هاني سلامة اعتذر عن مسلسل حارة اليهود. يا ترى هو دلوقتي هيعمل مسلسل ايه واخر اخباره؟ حالا هنعرف مع بعض في اكسكلوسيف انترفيو مع السوبر ستار هاني سلامة. اليهود دلوقتي بيقدمه زميل اياد نصار طبعا هو بيقدمه دلوقتي وانا بحضر المسلسل بتاعي زي ما قلت لك اللي هو مسلسل نصيبي واسمتك اخراج استاذ علي ادريس وكتابه استاذ عمرو محمود ياسين وانتاج استاذ احمد عبد العاطي شركه ارت ميكرز ان شاء الله يعني نخشه كمان اسبوع 10 ايام باذن الله. حصل ان كان اتعرض عليا المسلسل بس كان وقتها كان اتعرض عليا تايتل عنوان ما كانش في حاجه مكتوبه يعني انما انا كنت مهموم بنوعيات بقضايا مختلفه وقضايا متنوعه والحاجات اللي انا ان شاء الله ناوي اقدمها في المسلسل بتاع اللي جاي باذن الله.